ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ مصطفى معايا ومعايا الحمد لله. محمد، تمام. الاتنين دول اصحابي هيشاركونا النهارده في الريفيو. احنا هنعمل طبعا هنديكم اول حلول للحاجات اللي هنا، الاسئله اللي احنا حاطينها، وبعد كده هنقول طبعا الفايز معانا. وبالنسبه للي كسبان ان شاء الله هبعت له النهارده على الانبوكس. وطبعا شكرا جدا ليكم انك انتوا تعبتوا معانا. وطبعا بالنسبه للناس اللي عملت كوبي بيست ديسكواليفايد، مش محتاجه الكلام، عشان يعني انا مش عارف انتوا يعني، حتى الكوبي بيست مش اللي هو مثلا اخد نفس الحاجه، لا انت يعني خدت بالتسطير يعني بجد مش معقول انت كده بوظت بس الدنيا على عمر على السنه. الاقل يعني على الاقل هو شارك معانا، دي حته شارك كويسه. معانا الكوبي بيست، فده برضه حاجه، شكرا لكم. فمتى يعني انا انبسطت جدا ان الناس ساعدتني، وفي ناس اصلا بعتت لي على الانبوكس بتكتب وفي ورقه وبتشخبط وبتحط بلوك. شفت انت؟ لا بجد يعني الناس دي بجد محترمه جدا، واشكرك جدا لوقتكم. طبعا بقى بالنسبه لفكره الفيديو ده هتمشي ازاي، عشان تبقوا فاهمين بس الفيديو ده هيمشي ازاي. طبعا ده اول فيديو لينا، فيعني احنا طبعا نحب ناخد نصايحكم. طبعا لو انتوا عندكم اي نصيحه بالنسبه للفيديو عايز تعملها، نعملها ازاي بعد كده، لان هنعمل كده ريفيو مظبوط. يعني. يعني هو هنشوف كمان في ناس، لو يعني بنشوف الجيمرز اللي زينا وممكن يطلعوا معانا في الريفيو عادي خالص. هنمشي مع كده. فتقولوا لنا كده لو انتوا في اي لعبه مثلا معانا نفسكم تتعمل عليها ريفيو وكده. انتوا شفتوا الريفيوز بتاعت اللي بتتحط على الفيسبوك، لو عجبتكم شوفوا اي لعبه ونعملها ان شاء الله هنلعبها، او لو لعبناها اصلا نعمل ريفيو عليها، تمام. الفيديو بقى ده هيمشي ازاي؟ مبدئيا اول حاجه هنحط الحلول ليكم، تمام. فانتوا هنفتح الاول، مبدئيا هنبدا من 10 لغايه 1 زي ما موجود بالظبط في الارتكل، وهنعمل الاونربل منشن هحطهم كلهم ورا بعض، وفي كل واحد هحط زي جيم بلاي صغير بتاع ما يكترش عن دقيقه ونص، بروف او دليل للكلام اللي انا بقوله. مثلا ليتس سي انا كنت كاتب مثلا بيست سبورتنج مثلا رول، هجيب اللعبه، تمام، وهناخد حته من الجيم بلاي صغير بيؤكد ان هي اللعبه دي هي دي البيست سبورتنج رول، تمام. ف طبعا هنعمل الكلام ده، وبعد الكلام ده هنقول الفايز معانا. هنقول الفايز، هناخد 3 اشخاص هنقول اساميهم، تمام، في الفيديو ابريشيشن ليهم عامه يعني. حتى انا قلت لعمر، يعني قلت لعمر حكايه انه فعلا الاسئله انا عارف ان هي صعبه قبل حتى ما نعمل الفيديو، عشان كده كنت انا كنت باكل في الكومنتس. بعمل انا اسمي لانويك. Fuck you, man. I didn't ask for this. Shitting my pants? Holy shit. What the fuck? I can't believe we did that. That was fucking close. Shit, you're gonna go in there? Fuck. Jeez. That thing scared the shit out of me. I am none of your goddamn business. Fuck you. You handcuffed me. I need you to shut up. رقم 10 معانا The Last of Us. The Last of Us game معمولة من Naughty Dog Studio اللي عاملين Uncharted، وخدت Game of the Year Award. نوتي دوغ معروفين بالجرافيك فيتاليتي بتاعت الجيمز بتاعتهم، بجانب الستوري تيلينج بتاعهم. مثلا عندنا شخصيه كالي، شخصيه الكاركتر ديفلوب بتاعها فوق الرائع، بتبدا معاها وبين سيزون لسيزون ترانزيشن بيحصل كانه ان جيم تشابترز بتتغير، فبتحس ان انت بتبني وقت وبتحط وقت وجهد ما بينك وبين شخصيه الي، بتحس ان انت استثمرت فيها، فبتخليها اكسبيرينس عمرك ما تنساها كجيمر. Ellie. What? Tell him that Ellie is the little girl that broke your fucking finger. عشان كده إيلي من شخصياتنا المفضلة، وتعمل لها دي ال سي خاص بيها. رقم 9، جي تي اي 5. جي تي اي 5 يعني تاريخ، تعتبر من افضل اللعب الرومينج اللي ممكن تعمل اللي نفسك فيه، زي الجولف مثلا، سباق عربيات، طيارات، وطبعا اهم حاجه الستريب كلوب. عامه انا بسميها mother of all open world.
طبعا انتوا كلكم هنا في المسابقة عملتوها صح، لان ما بيختلفش عليها اتنين، وتستحق المركز ده بجدارة. الاونلاين اكسبيرينس هايل هايل جدا كمان، وزودوا على في اللي نزلت على بلايستيشن 4، النسخة نزلت على بلايستيشن 4 زودوا عليها اللي تبقى فيرست بيرسون شوتر، وكمان ريندير الجرافيكس بتاعها افضل بكتير جدا على بلايستيشن 3، وهي اصلا كانت اعلى جرافيكس على بلايستيشن 3. فبصراحة اللعبة دي تستحق المركز ده جدا، واكيد كان في ناس انا بس هستغرب جدا ان هم اصلا ما يكونش لعبوها يعني. في رقم 8 معانا باتل فيلد 1. اخيرا دايس سمعت كلام الفانس بتاعتها وادتنا كامبين محترمه. الكامبين في باتل فيلد 3 وباتل فيلد 4 ما كانتش على نفس المستوى بتاع الكامبين القويه اللي في باتل فيلد 5. فيها خمس قصص مختلفه بخمس كاركترز مختلفه، بيديك فرايتي كتير من كذا ناحيه، بتديك اميرجن في اللعبه اكتر. ده غير ان هم حطوا بروتال كيلز جديده بانيميشن جميله جدا، بحيث ان انت اي ميلي كيل تعملها تحس ان هي مختلفه عن اللي قبليها. وحاجه جديده اللي ميزت باتل فيلد 1 عن كل الاف بي اس اللي حصل السنه ديت او السنه اللي فاتت، هم ان هم دخلوا حقبه الحرب العالميه الاولى اللي الفانز كانوا بيطلبوها من مده طويله جدا. فكره ان هم قدروا يدخلوا اسلحه مودرن في حقبه الحرب العالميه الاولى من غير ما يغيروا الاميرجن بتاع اللعبه ديت، حاجه بامانه دايس تستحق شكر كبير جدا عليها، واحنا نتمنى ان كول اوف ديوتي تتبع خطواتهم في نفس الطريقه دي. وطبعا عرفتوا دي ايه. رقم 7 دارك سول 3. اكتر حاجه بحبها في دارك سول 3 الورلد ديزاين، لانه مش كومبلكس ومعقد زي دارك سولز 1 وتقعد تلفلف مع نفسك وتخش في حته قريبه جدا تلاقي بوسز او انيمز صعبين جدا عليك دلوقتي في الليفل بتاعك، ولا ستريت فورورد زي دارك سولز 2، لان الانفايرمنت هنا كمان سينز جميله جدا ومختلفه، والتكستشرز الايزومتريك جرافيكس جميله جدا. اللعبه دي المعنى الحقيقي للادكشن. الستوري نفسها لازم اصلا تتعب عشان تفهمها، وده ميزه جميله جدا في اللعبه. هي فعلا هتعلم عليك كتير، وبعنا صح البانشمنت بتاعها سيفير، بس هتعلمك انك تبقى كوشس وتبقى واخد بالك بانك ممكن تبقى عامل استراتيجي قبل ما تلعب، لان ما ينفعش تخش وتفتكرها مثلا انها لعبه هاكن سلاش لانك هتتبهدل جامد فيها. اللعبه دي هتحسسك انك في عالم الهيل بجد. ومعلش انا عايز اتكلم شويه على الميوزك الجبار اللي في اللعبه. فعلا ممكن تفهم الستوري من الكاركتر نفسه اللي انت بتلعبه تفهمه بس من الميوزك، لان بيبقى ممكن ميوزك سورو، تحس ان هي فيها حزن، تحس ان فيها باك جراوند اصلا، وتحس ان هو مثلا يا اما اتظلم في حياته وجاي يطلعه عليك، يا اما مثلا بص غلبان، يعني هتحس ان الميوزك نفسها بتتكلم على القصه اكتر مثلا زي كده. رقم 6 Rise of Tomb Raider. بالرغم انه كان بعيد على تفكير جيمر كتير اللعبة دي، لكن ليس مجاملة اللعبة تستحق المركز ده بجدارة. طبعا مع احترامي كل اللي اختار لعبة تانية لتحتل هذا المركز، الا ان اللعبة ما زالت محتفظة بجوها اللي بيميزها على باقي الالعاب الادفنشر اللي موجودة حاليا، من استكشاف الكيفز وحركة سريع من الغاز للاطلاع على الماب باكملها ووصولا للمهمات الجانبية لاكثر من رائعة، والطبيعة التي تصورها اللعبة مع جرافيك مذهل لنصل بالنهاية الى جو المغامرة اللي ما زالت اللعبة محتفظة به مع قصة متماسكة نوعا ما. المضحك في اللعبة ان المهمات الجانبية اقوى من المهمات الاساسية، وواحدة من المهمات الجانبية الموجودة اسمها بابا ياجا، واللي هنشوفها دلوقتي. Lara. Dad? No, it can't be. Wait. Someday, you'll understand. Say some gangster is dissing your fly girl. You just give him one of these. You never see it coming. You see that my mind is the best world.
رقم 5 بيرسونا 5. زي ما قلت لكم ميزه اللعبه دي البرزنتيشن بتاعها، وانبسطت جدا ان في ناس كتير قوي كتبوها رقم 5. اللعبه دي يونيك جدا، تقريبا ممكن فعلا نقول ان مفيش لعبه زيها، وده لوحده يخلي اللعبه انها تكون عندك في الليسته دي. والستوري بجد ماستر بيس، غير متوقعه، سايبالك الفريدم تعمل اللي انت عاوزه. حتى انك انت الستايل نفسه قريب قوي من الكوميكس والانمي، وش لازم تكون بتحب الانمي عشان تحبها عشان تبقى عارف برضو. صدقني البرزنتيشن هنا بريليانت، عبقري فعلا. وحتة انك انت اليوم مفتوح بالنسبة لك، وتظبط لو انت تظبط يومك وتروح مثلا تجيب حاجة هنا تتعرف على دوت، كل ده موجود، وهتقعد تلعبها فترة كبيرة جدا لانها هتشدك بالوقت، وفعلا مش هتعرف تقوم من عليها. رقم 4 Bloodborne. Bloodborne من ألعاب ستوديو From Software المشهورين بألعابهم الصعبة زي Demon Souls و Dark Souls. Bloodborne لعبة بتاخد مكان في Victorian Age. الAge اللي انت بتلعب فيه أو السيتنج اللي انت تلعب فيه بيكون Gothic، فلو انت بتحب الألعاب Gothic طبعا الألعاب دي قليلة جدا في السوق، بس ديت اللعبة اللي هتختارها. لعبة في منتهى الجمال، بتتميز بالجمال المشهور بي ألعاب From Software، جمال نوعه كئيب. تكون مرة في مدينة، بعد كده تنقل على مستنقع، بعد كده تنقل على جزيرة، بعد كده تنقل على قلعة، بتتغير من مكان لمكان. اللعبة كوايت نايت ميرش، بس ما تتوهش في العالم الجميل دوت، المونسترز فيه مش هتسامحك لو انت ارتكبت غلطة زي دي. الكومبات في بلودبورن سريع جدا مقارنة ب دارك سولز. بلودبورن معمولة عشان تخدع الناس اللي ما بيحبوش دارك سولز ان هم يجربوا لعبة من العاب فروم سوفت وير. وانا طبعا ما اقدرش اتكلم على بلودبورن من غير ما اتكلم على الهانتر دي ال سي. الدي ال سي ده معمول كهدية عشان تخلي التراث الكاتب الهورر اتش بي لوفكرافت، وهي بداية جميلة جدا لأي واحد عايز يبدأ يجرب ألعاب سول سيريس أو ألعاب فروم سوفت وير ان جنرال. رقم 3 Uncharted 4. طبعا اللعبة غنية عن التعريف، وما يميز هنا الجرافيك الرائع، وزي ما انت شايفين الفيديو هنا جمع لك الاكشن انتراكتيف جيم بلاي، احسن جرافيك، احسن بيرفورمانس تقريبا على البي اس 4 حتى الان. Horizon Zero Dawn. Welcome to Jurassic Park يا جماعة. غوريلا جيمز أبدعت مع أنها دي أول Open World Game عملتها، بدل لعبة استغفر الله العظيم اللي عملتها اللي اسمها Killzone Shadowfall، انتوا فاهميني طبعا. دي بقى اللي بسميها الـ Eye Candy للجيل دوت. يعني ايه Eye Candy؟ يعني من الاخر انت معظم الوقت كل اللي هتعمله انك انت تبقى واقف وبتلف الكاميرا انجل نفسها عشان تشوف الانفايرمنت اللي حواليك. فعلا ده اللي هتعمله في اللعبه ده كلها. انا قلت اوريدي في اللعبه دي ان الميزه بتاعتها انها فوكسنج لنقطه الديتيلز جدا. التكستشر بجد فظيع جدا في اللعبه زي ما انتم شايفين. الانفايرمنت هنا من ديزرت للسنو للفورست، هو لامم كل حاجه. وكمان عشان تاخدوا بالكم كمان هي مش الصبح بس اللي تبقى حلوه، لا بالعكس ده بالليل ولما تبقى فيه ريننج. لا بجد اللعبه دي واخده كل انواع الكلايمت ومخليها فعلا جميل جدا. اللعبه فعلا دي هتبقى ايكونيك جدا للبلاي ستيشن 4، زي كده ما كان دريك بتاع انشارتد 4 ده كان الايكون اصلا بتاع انشارتد 4. ايلوي اللي موجوده البروتاجونست اللي موجوده هنا هتبقى زي بالظبط دريك. اللعبه دي اتعملت مخصوص عشان تتمنظر بقوه جهازك تمام، زي ما لاست اوف اس لما نزلت على بلاي ستيشن 3 كانت برضو تحب
صوره منظر قوي قدام الناس ان عندك لاست اوف اس بلايستيشن 3 عشان هي اقوى حاجه بلايستيشن 3. نفس الكلام برضو في بلايستيشن 4 هورايزن زيرو دول نفس الكلام. انا مش عارف انت بجد مستني ايه في لعبه زي دي. انا اقدر بكل صراحه اقول لك ريكومندد تنزل حالا تشتريها. رقم واحد ويتشر يا ابني الفيديو مش بلس 18. رقم واحد ويتشر 3 The Wild Hunt. مش هتكلم على يونيكورنز ولا على كل البراثر اللي دخلناها عشان achievement. ويتشر من احسن open world games مؤخرا وان جنرال اصلا رغم السلو ستارت بتاعتها. العالم مليان بلور وكويست تعملها في كل حته. المين ستوري بتاخد على الاقل 50 ساعه والمالتيبل اندنج بتضاعف عدد الساعات دوت. ومن احلى الحاجات في ويتشر انك ممكن تكون في بروفنس كئيبه جدا وبعدها تسافر حته كلها الوان وضحك زي الاكسبانشن بلاد اند واين اللي لوحده 40 ساعه. بس ما زال في الهيدن داركنس اللي كلنا بنحبها في ويتشر. سي دي بروجكت اثبتت مكانها ما بين افضل الديفلوبر حاليا ومن احسن الديفلوبر اللي بيعمل اوبن وورلد جيمز وبيسمعوا الاوبينينز بتاعت الفان عكس اكتيفيجن او يوبي سوفت في الايام الحاليه. انا مرضيش طبعا احط جوينت لانها انتري لوحدها اصلا A game within a game وهيتعمل لها ستاند الون جيم سون ان شاء الله. رقم واحد honorable mention Doom. Doom تعتبر master of all brutality وده الميزة الأساسية بتاعته. أقوى لعبة اتعملت في the world of hell. هي فعلا أحسن لعبة يتقال عليها كلاسيك وكفاية إنها تعتبر أول لعبة لعبها في حياتي على البي سي أيام 1993 وهي اللي دخلتني لعالم الجيمينج أصلا. اللي يعجبك في الجزء ده إنه رجعك فعلا لنفس الستايل القديم السرعة والجور سينز والبروتاليتي بتاعت الأجزاء القديمة. أنا عارف ناس كتير قالت مورتل كومبات وفعلا هي قريبة من وصف اللي قلته especially البروتل طبعا الفتاليتي بتاعت المورتل كومبات المعروفة. بس أنا قلت حاجة مهمة جدا. أنا قلت وحوش. أنت بتلعب وحوش. انت عندك مورتال كومبات نسبة الهيومن ريس تقريبا نص اللعبة والباقي كلهم وحوش. انت عندك دوم انت ما بتلعبش غير وحوش فدي تمشي اكتر مليون مرة من مورتال كومبات. They don't have any feelings. They're just imitating human speech. رقم 2 Near Automata. البوبولاريتي بتاعت نير كانت مبنية على الجيم بلاي والساوند تراكس بتاعتها ونير أوتوماتا على PS4 ما خذلتش سيريس من ناحية ديت. ومن أحسن الحاجات فيها هي البروجريشن بتاعها. البروجريشن بتاعها مبني على إنك بتلعب بثلاث شخصيات مختلفة وكل شخصية فيهم ليهم إندنج خاصة بيها وعشان تفهم الستوري كلها لازم تلعب المين ستوري لإيتش كاركتر فيهم وهي حاجة إنوفيتيف جدا من استوديو بلاتنم جيمز. الجرافيك في نير أوتوماتا جميل جدا وفي نفس الوقت ليها ديزاين خاص اللي بيخليها تفرق عن اي هاكن سلاش لعبناها قبل كده ولحد دلوقتي هي احسن لعبة هاكن سلاش نزلت على PS4. Today we're trying out the new shock blaster from Ratchet and Clank up your arsenal. It's gonna be awesome. Whoa! Steve! Oh no. رقم 3 honorable mention Ratchet and Clank. انا مش هتكلم عنها كتير بس زي ما انتم شايفين فعلا defined real meaning للريميك وفهمك ازاي يتعمل الريميك. زي ما انتم شايفين برضو الكومباريزن ما بين نسخة البلايستيشن 2 والبلايستيشن 4 مش بس حسنوا الجرافيكس شوية وخلاص لا اللعبة كمان اتعملت graphics wise from ground zero وخلوها تبقى شبه الكرتون بتاع بيكسر. فعلا amazing graphics. انا مش متخيل فعلا لو بدأوا يعملوا العاب PlayStation 2 classics زي مثلا جاك اند داكستر او سبايرو لو فاكرينها. تخيلوا لو عملوا اللعب دي ريميك تفتكروا هتبقى عاملة ازاي؟ نمبر 1 في الانربل منشن هي ميتال جير سوليد. طبعا ميتال جير سوليد دي غنية على التعريف
تعتبر جيم ليجند، هي اللي بنت الفان بيس بتاعت البي اس زي ما هيلو بنت الفان بيس بتاعت اكس بوكس. يعني عمر كان بيعيط لما كنا هنعمل الجيف اواي. ميتال جير من اقوى السلاسل في العالم الجيمنج، كاجومي الديفلوبر اللي ورايها يعتبر ديفلوبر عبقري جدا، كل الديفلوبر بتاع اي جيم بيحترمه وبيحطوه كجول ليهم، وهو اللي ورا الورلد بتاع ميتال جير، وهو اللي ورا التايمليس ستوري بتاع بيج باس. لعبة طويلة جدا فأكيد هتقضي وقت كتير جدا ممتع وانت بتلعبها، خصوصا ان هي جميلة جدا. انا مش هقدر اقول اي حاجة تاني عن اللعبة كده لان عمر هيبتدي يعيط تاني. ازيكم يا رجاله، معلش اخدت من وقتكم كتير، بس ده كان بالنسبه لي اهم من جيف اواي صراحه، ويا ريت يكون عجبكم. بس ده لسه اول فيديو لينا، وطبعا هيبقى فيه تعديلات بعد كده ان شاء الله. قولوا لي ايه اللي تحبوا تعدلوا في الفيديو، انا مهتم جدا برايكم. وما تنسوش الناس المهتمه تقول لي الجيم اللي عايزاها تحطوا ريفيو، لان ده كان بس يا دوبك توب 10، بعد كده هنعمل ريفيو ان ديبث، فيا ريت تحطوا الكومنتات بتاعتكم. دلوقتي اتس تايم فور ذا بيج فينالي ذا وينر. وقبل ما اقول اسم الوينر لازم تبقوا عارفين ان انا اخدت اقرب واحد للصح واول واحد في الكومنتات، وعشان ابقى فير كمان اخدت ثلاثه كمان معاه. الثلاثه دول انا بس جاست فور ابريشيشن اقول اسمهم في الفيديو، تمام؟ بس طبعا الوينر هو اللي ياخد الايه الجيف اوي. رقم 4 حسين ابو مسلم. الراجل ده كان لازم اقول اسمه، راجل 100 100. كتب دوم و90% ما كتبش دوم، 90% كتبوا مورتال كومبات. غلط في رقم 6 و5 و4، وجي ناس كتير بعديه غلطوا، بس هو عشان هو كان الاول فانا اخدته، ونايس جوب يا حسين. رقم 3 يحيى عثمان، شبح يحيى والله، غلطت في 2 بس. رقم 4 اللي هو مورتال كومبات، ومعظم الناس غلطوا في الموضوع دوت. جود لك ان شاء الله المره الجايه يا يحيى، بس انت 100 100. رقم 2 احمد الجندي. احب اقول لك يا احمد ان في ناس كتير قوي قلدوا الكومنت بتاعك انت، اللي هو في حاجات كتبها بالعربي وفي حاجات كتبها بالانجلش، فبس انا انت كنت اقرب واحد للوينر، انت اللي تحت الوينر على طول. هاي اللي احمد، وان شاء الله المره الجايه افضل. وطبعا معانا الوينر دلوقتي لؤي ايمن، كونجراتس يا وحش. بص على الانبوكس حالا، انا بعت لك خلاص الرقم بتاعي، تكلمني يا ريت. مبروك. انت غلطت بس واحده بس، وهي مورتال كومبات، بس هاي لصديقي. واني واي يا جدعان، خلاص انا كده الجيف اواي خلص. اني واي ثانك يو فور يور تايم يا جدعان، اتس بين ا بليجر تو هاف فان وذ يو، وان شاء الله تابعوني في الريفيوز اللي جايه، هحطها ارتكلز مع اللينك الفيديو ان شاء الله، وهيبقى في جيف اواي سون ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.